قصة قضية فلسطين. سنتحدث في هذا الفيلم عن قضية فلسطين وكيف تطورت أحداثها في 50 سنة التي سبقت حرب النكبة. تقع فلسطين في منطقة جغرافية مميزة باركها الله تعالى. سكنها اليبوسيون منذ 6000 سنة واستقروا في القدس التي عرفت آنذاك باسم يبوس، وتبعهم بطون الكنعانيين الذين استقروا شمال فلسطين حيث عرفت فلسطين بأرض كنعان. أما اسم فلسطين فقد جاء على الأغلب من قبائل باليستيا الذين دخلوا البلاد عبر البحر واندمجوا مع أهلها فأصبحت تعرف باسم فلسطين. تناوب على حكم فلسطين الكثير من الأقوام. وكان آخرهم المسلمين الذين امتد حكمهم إلى ما يقارب 1100 عام تقريبا. ولقرون عديدة عاش أتباع الديانات من مسلمين ومسيحيين ويهود في أرض فلسطين مسالمين مطمئنين. ومع نهاية القرن 19 بدأت تظهر ملامح المخطط الصهيوني وبدأت الفصول الأولى لقضية فلسطين. في تلك المرحلة كان عدد سكان فلسطين يقرب من 460,000 نسمة، ولم يشكل اليهود سوى 3% من عدد السكان آنذاك. ومع تصاعد القومية الأوروبية زاد اضطهاد الأوروبيين لليهود، فبدأ اليهود بتنظيم أنفسهم والتفكير بالهجرة من بلادهم، ولكن إلى أين؟ هذا ما بحثه الصحفي اليهودي ثيودور هرتزل الذي ألف كتابا يدعو فيه لإقامة وطن يجمع اليهود المتفرقين، حيث اقترح فلسطين والأرجنتين ومناطق أخرى من إفريقيا. وأقيمت مؤتمرات يهودية متتالية لجمع التبرعات ودعم الحركة الصهيونية، ووقع الاختيار على فلسطين. كما قام اليهود المتنفذون في بريطانيا وأمريكا وغيرها من الدول بالضغط على حكوماتهم لدعمهم في هدفهم، وبدأت هجرة اليهود إلى فلسطين. هاجر 25,000 يهودي إلى فلسطين قادمين من أوروبا الشرقية وروسيا، فأصبحت نسبة سكان فلسطين من اليهود 5%. وسنرى كيف كانت هذه الهجرات الكثيفة المتتابعة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني سبباً رئيسياً في محنة الشعب الفلسطيني. فمع كل هجرة كانت المشاكل على مصادر الرزق والسكن والأراضي مع أهل فلسطين الأصليين تزداد. وقد قدم وجهاء القدس عام 1891 احتجاجاً إلى السلطة العثمانية، طالبوا فيها بوقف هجرة اليهود الروس إلى فلسطين وتحريم استملاكهم للأراضي فيها. لكن هجرة اليهود لم تتوقف، وهاجر 40,000 يهودي إلى فلسطين، فزادت نسبة سكانها من اليهود إلى 8%. مع ضعف الدولة العثمانية وانتهاء الحرب العالمية الأولى، تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام حسب اتفاقية سايكس بيكو، ثم سيطرت بريطانيا على فلسطين بموجب اتفاقية سان ريمو، ووافقت على تطبيق وعد بلفور. فما هو وعد بلفور؟ في عام 1917 أعطت بريطانيا وعداً سرياً لليهود يقتضي مساعدتهم على إقامة وطن قومي لهم في فلسطين وتسهيل الهجرات الكبيرة وتملكهم للأراضي فيها. كما حظي هذا الوعد بتأييد الحكومة الأمريكية، وكان لهذا الوعد أثر قوي على القضية الفلسطينية. ثم وصلت الموجة الثالثة من المهاجرين إلى فلسطين، فزادت نسبة اليهود إلى 12%. بالرغم من ذلك إلا أن نسبة امتلاكهم للأراضي لم تزد عن 3%. مع هذه التطورات تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، وتفاقمت المشكلة بين العرب واليهود، فعقدت 7 مؤتمرات فلسطينية كبيرة لرفض وعد بلفور، واندلعت أول انتفاضة فلسطينية. ثم شهدت يافا اضطرابات كبيرة، وعقد مجلس في نابلس يدعو إلى المقاطعة الاقتصادية مع الصهاينة، وتأسس المجلس الإسلامي الأعلى بقيادة الحاج أمين الحسيني. وفي المقابل
تأسست الهاغانا كمنظمة عسكرية صهيونية مع أنها كانت سرية وغير مشروعة، إلا أن الانتداب البريطاني ساعدها وغض الطرف عن نشاطاتها، بينما لاحق البريطانيون أي عربي يخبئ سلاحا في بيته. وتوالت هجرات اليهود من بولندا وروسيا وألمانيا وغيرها بشكل كبير، فوصلت نسبة اليهود إلى 17%. وحدثت اضطرابات دموية حول حائط البراق، واتسعت دائرة المشاركة الشعبية في المظاهرات، حيث خرجت مظاهرة القدس الكبرى عام 1933، وبعدها بعامين استشهد الشيخ المجاهد عز الدين القسام ورفاقه في معركة يعبد، وهم يقاتلون جيش الاحتلال البريطاني. ثم وصلت دفعة أخرى من المهاجرين اليهود، شملت حوالي 250,000 يهودي، فوصلت نسبة اليهود في فلسطين إلى 30%. الثورة الفلسطينية الكبرى. اندلعت الثورة الفلسطينية الكبرى ضد البريطانيين والعصابات اليهودية في كل أنحاء فلسطين، وكانت هذه الثورة أعم وأكبر من سابقاتها، وبدأت بإضراب عن العمل لمدة 6 أشهر. خلال فترة الثورة أسست الحكومة البريطانية لجنة بيل التي أوصت بتقسيم فلسطين إلى دولة يهودية ودولة عربية مع بقاء القدس تحت الانتداب البريطاني وتهجير مئات الآلاف من العرب من مناطق الدولة اليهودية إلى العربية. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 5.5% من أرض فلسطين، ومع ذلك كانت الدولة اليهودية المقترحة تشمل 33% من أرض فلسطين. رفض الفلسطينيون هذا الاقتراح ولم يقع تحت التنفيذ. وتحت ضغط الثورة قامت بريطانيا بإصدار بيان عرف بالكتاب الأبيض يحظر استمرار الهجرة اليهودية إلى فلسطين خلال 5 سنوات، وعرضت الاستقلال للفلسطينيين خلال 10 سنوات. رفضت الحركة الصهيونية تلك المقترحات، وشنت العصابات المسلحة مثل الهاغانا والإرغون وشترن عمليات دموية ومذابح ليس ضد الفلسطينيين فحسب، بل ضد البريطانيين أيضا، من أجل إجبار بريطانيا على الانسحاب من فلسطين لتأسيس الدولة اليهودية. ومن أشهر عملياتهم الدموية تفجير فندق الملك داود في القدس الذي كان مركزاً لحكومة الانتداب البريطاني آنذاك. مشروع تقسيم فلسطين. في عام 1947 قررت بريطانيا ترك فلسطين، وطلبت من الأمم المتحدة تقديم توصياتها. فعقدت الأمم المتحدة جلسة طارئة واقترحت مشروع تقسيم فلسطين المشهور باسم قرار 181. نص القرار على تقسيم فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية على أن تبقى القدس منطقة دولية. حظي هذا القانون بموافقة الأمم المتحدة وبدعم الاتحاد السوفيتي وأمريكا. في تلك الفترة لم يملك اليهود سوى 6.5% من أرض فلسطين، بينما أعطى القرار 56% من أرض فلسطين إلى اليهود. رفض الفلسطينيون والعرب قرار التقسيم ولم ينفذ القرار. واتضح للجميع أن حربا شاملة على أرض فلسطين على وشك الوقوع، فأعلنت الهاغانا التعبئة العامة ودعت اليهود التي تتراوح أعمارهم بين 17 و25 سنة للتسجيل في الخدمة العسكرية. في المقابل نظمت الجامعة العربية جيشا سمي بجيش الإنقاذ. وجاءت موجة أخرى من الصهاينة إلى فلسطين، فوصلت نسبة سكان اليهود إلى 31% قبيل النكبة، ومع ذلك لم يملكوا سوى 9% من أرض فلسطين. وهذه الصورة تبين ما ملكه اليهود في تلك الفترة. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين، واندلعت الحرب بين الجيوش العربية وبين اليهود، وانتهت الحرب بفوز اليهود واحتلالهم 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها، واعترفت بها أمريكا فورا. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالميا. وبفعل الحرب تقسمت القدس إلى قسمين،
غربية بيد اليهود وشرقية بقيت بيد الأردن، ثم احتلتها إسرائيل عام 1967 من 9% قبل الحرب إلى 78% بعد الحرب. هذه هي نكبة 48. إذا أردنا أن نلخص سبب نشوء القضية الفلسطينية، فالمشكلة الرئيسية هي الهجرة الكثيفة لليهود المحملين بالفكر الصهيوني القائم على أن أرض فلسطين لهم وحدهم، وعليهم أن يقيموا عليها دولتهم بأي وسيلة كانت، وبلا اهتمام لمصير الشعب الأصلي في فلسطين. وقد تواطأت الدول الاستعمارية على تنفيذ وتسهيل هذا المشروع الاستيطاني الذي يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، الأمر الذي أدى إلى نشأة قضية فلسطين ومحنة الشعب الفلسطيني. هي حرب النكبة عام 1948. قبل الحديث عن حرب 48، سنتطرق إلى بعض الأحداث والظروف التي مرت بها فلسطين قبل ذلك. لمدة تزيد عن 1200 عام حكم المسلمون فلسطين، وعاشوا فيها مسلمين ومسيحيين ويهود في سلام، وكان آخر حكم إسلامي تحت ظل الخلافة العثمانية حتى مطلع القرن العشرين. حتى عام 1900 كان معظم سكان فلسطين من المسلمين بنسبة تقريبية تبلغ 85%، ثم يليهم المسيحيون بنسبة 10%، ثم اليهود بنسبة 5%، أي أن اليهود لم يشكلوا سوى 5% من نسبة سكان فلسطين. ولكن المشروع الصهيوني كان قد بدأ، فتوالت هجرة اليهود من شتى أنحاء العالم إلى فلسطين، وهذه الهجرة المنظمة هي السبب الرئيسي في قضية فلسطين، حيث أن اليهود القادمين كانوا محملين بالفكر الصهيوني القائم على أن أرض فلسطين هي أرض لهم وحدهم، ولا يهم مصير السكان الأصليين فيها، المهم أن يقيموا دولة يهودية بأي وسيلة كانت. وبانتهاء الحرب العالمية الأولى تقاسمت بريطانيا وفرنسا بلاد الشام، ومنحت بريطانيا اليهود وعداً بإقامة وطن لهم على أرض فلسطين، فأعطتهم الغطاء الشرعي وسهلت لهم الهجرة، فكان بالفعل وعد ممن لا يملك لمن لا يستحق. وبفعل موجات الهجرة الكثيفة تغيرت تركيبة السكان في فلسطين، فزاد عدد اليهود من 5% عام 1900 إلى 31% عام 1947. ومع ذلك لم يملك اليهود إلا نسبة قليلة جدا من أرض فلسطين، وهذه الصورة تبين ما ملكه اليهود حتى عام 1947. ثم جاءت النكبة، حرب عام 1948. في شهر أيار من ذلك العام انسحبت بريطانيا من فلسطين، وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل على أرضها، وفي اليوم التالي اندلعت الحرب بين الجيوش العربية والصهاينة اليهود. ولكن عدم التنسيق بين الجيوش العربية وتضارب الأوامر وبعض الاتفاقيات السرية الخائنة وضعف الجيوش ونفاذ الذخيرة وغيرها، كل هذا أدى إلى هزيمة الجيوش العربية. انتهت حرب 48 باحتلال الصهاينة لحوالي 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة الكيان الصهيوني عليها، فتقسمت فلسطين إلى 3 مناطق: الضفة الغربية وقطاع غزة بقيتا بيد العرب حتى عام 1967، أما أراضي 48 فأصبحت بيد الصهاينة الذين أقاموا عليها دولة إسرائيل،
ومن 9% من أرض فلسطين إلى 78%. هذه هي حرب 48. وفي هذه الحرب استشهد أكثر من 15,000 فلسطيني وعربي، وقام الصهاينة بأكثر من 50 مذبحة موثقة وقعت بحق الفلسطينيين. أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية طهرت عرقيا ودمرت بالكامل خلال نكبة فلسطين. قبل النكبة عاش في فلسطين 1,400,000 فلسطيني، وبسبب النكبة تم تهجير أكثر من 780,000 فلسطيني. وخلال 10 سنوات تلت دخل فلسطين أكثر من 850,000 يهودي. ومن نتائج الحرب تقسيم القدس إلى قدس شرقية بأيدي العرب وقدس غربية بأيدي اليهود. وبالمناسبة تحتوي القدس الشرقية على البلدة القديمة والتي فيها المسجد الأقصى المبارك. وبعد عام 1948 أصبحت هذه المدن الفلسطينية تابعة لدولة الكيان الصهيوني، وأطلق العرب على هذه المدن اسم مدن 48 أو أراضي 48 أو مدن فلسطين المحتلة. وفي عام 1949 انضمت إسرائيل إلى هيئة الأمم المتحدة، أي أصبحت دولة رسمية باعتراف معظم دول العالم. لكل هذا وأكثر سميت حرب 1948 بالنكبة. ما هي حرب عام 67؟ قبل التكلم عن الحرب سنذكر بعض الحقائق الهامة التي تتعلق بقضية فلسطين. في عام 1900 لم يشكل اليهود سوى 5% من سكان فلسطين، ومع انطلاق المشروع الصهيوني والاحتلال البريطاني لفلسطين توالت هجرات اليهود من بولندا ورومانيا وألمانيا وروسيا وغيرها إلى فلسطين، إلى أن وصلت نسبة اليهود في فلسطين عام 47 إلى 31%. وخلال هذه الفترة حاولت الدول الاستعمارية إضفاء الشرعية لهذه الهجرات الكثيفة وتقسيم أرض فلسطين بين الفلسطينيين أصحاب الأرض الأصليين وبين اليهود الوافدين، مثل لجنة بيل لتقسيم فلسطين عام 37 ومشروع قرار الأمم المتحدة 181 عام 47. وأعطت هذه المقترحات اليهود أضعافاً مضاعفة مما كانوا يملكونه في فلسطين، ولم تنفذ هذه المقترحات. في عام 1948 انسحبت بريطانيا من فلسطين وأعلن الصهاينة قيام دولة إسرائيل، فاندلعت الحرب بين الجيوش العربية التي تريد تحرير فلسطين وبين الصهاينة الذين يريدون أن ينشئوا دولتهم عليها بالقوة. وانتهت الحرب بانتصار اليهود الوافدين واحتلالهم 78% من أرض فلسطين وإقامة دولة إسرائيل عليها. وفي السنة التالية انضمت إسرائيل إلى الأمم المتحدة كدولة معترف بها عالمياً. ومن نتائج الحرب تقسيم مدينة القدس، فبقي الجزء الشرقي بيد المسلمين وأصبح الجزء الغربي بيد الصهاينة، وبقي المسجد الأقصى في شرقي القدس بيد المسلمين إلى أن جاءت حرب عام 67. في الخامس من حزيران عام 67 شنت إسرائيل حربا على الجزء المتبقي من فلسطين، إضافة إلى أجزاء من مصر وسوريا والأردن، ودمر الكيان الصهيوني جزءا كبيرا من العتاد العسكري العربي، حيث قام بقصف الطائرات المصرية وهي في مطاراتها. نتائج الحرب: خلال 6 أيام احتلت إسرائيل كل فلسطين،
بل واحتلت مناطق جديدة من الدول العربية المجاورة، حتى أصبحت مساحة إسرائيل 3 أضعاف ما كانت عليه. فقد احتلت الضفة الغربية التي كانت تحت سيطرة وإدارة القوات الأردنية، واحتلت قطاع غزة الذي كان تحت سيطرة وإدارة القوات المصرية، واحتلت سيناء من مصر، واحتلت مرتفعات الجولان من سوريا، واحتلت مزارع شبعة من لبنان، بل واحتلت أراضٍ أخرى مثل جزيرتي صنافير وتيران. ومن نتائج الحرب استشهاد 10,000 ومثلهم من الجرحى، وكذلك أسر قرابة 5,000، كما أجبرت الهزيمة أكثر من 500,000 عربي على الهجرة من دياره. ونتج عن الحرب ازدياد عدد النازحين، مع بقاء الكثير من الفلسطينيين في ديارهم في الضفة الغربية وقطاع غزة، ولكنهم يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الإسرائيلية. المستوطنات. ومنذ ذلك الوقت بدأ اليهود ببناء المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان. والمستوطنات عبارة عن وحدات سكنية ومجتمعات يهودية إسرائيلية مقامة على الأراضي المحتلة عام 67. ومن نتائج الحرب احتلال المسجد الأقصى في شرقي القدس، وإحكام السيطرة بالكامل على مدينة القدس، حيث كثفت إسرائيل بناء المستوطنات فيها حتى تصبح القدس مليئة باليهود. وفي عام 80 وعام 81 أصدرت إسرائيل قوانين تعتبر أراضي الجولان وشرقي القدس جزءاً رسمياً من دولة إسرائيل. مصطلح الأراضي المحتلة. مع أن العدو الصهيوني قام باحتلال 78% من فلسطين عام 48، أي أنها أراضٍ محتلة، لكن الإعلام والمجتمع الدولي يستخدم مصطلح الأراضي المحتلة ليشير إلى الأراضي التي احتلها العدو عام 67، فنشأ مصطلح الأراضي المحتلة ليدل على هذه المناطق الأربعة: الضفة الغربية، قطاع غزة، أراضي الجولان، سيناء. إلا أن مصر قامت بتوقيع معاهدة سلام مع الكيان الصهيوني عام 79، فاعترفت مصر بدولة اسمها إسرائيل، وبالمقابل أعادت إسرائيل سيناء إلى مصر، ولكن بشروط مجحفة منقوصة السيادة. سمى الإعلام العربي هذه الحرب بنكسة 67 على أمل أن تلحقها نهضة، ولكن تبين أنها نكبة أخرى. فبعد أن كان الحكام العرب يطالبون بتحرير الأراضي التي احتلها العدو عام 48، أصبحوا يفاوضون إسرائيل بالانسحاب من الأراضي التي احتلتها عام 67. أما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة فأصدر القرار رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة عام 67، ولم ينفذ القرار حتى يومنا هذا.